النهارده اصيب ضابط شرطه وثلاث افراد من قوات او من قوه تامين الطرق التابعه لمركز شرطه إهناسيا ببني سويف بعد تعرضهم لاطلاق نيران من مجهولين اثناء تاديه خدمتهم بدائره مركز بني سويف على الطريق الزراعي. نعرف التفاصيل من سياده اللواء ابو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخليه للاعلام والعلاقات. مساء الخير يا سياده اللواء، برحب بحضرتك. مساء النور، اهلا وسهلا بك يا فندم. الاول نطمن على حاله طبعا ضابط الشرطه والثلاث افراد، ايه وضعهم الصحي دلوقتي يعني يا فندم؟ هو ان شاء الله باذن الله، يعني احنا ندعو لضابط الشرطه ان ربنا يعني يتمم له الشفاء كده ويعفو عنه. وبالنسبه للرقيب اول عبد العليم طه والرقيب عرفه بكري، يعني حالتهم يعني مستقره وتحت المتوسطه، والجميع نقل للمستشفى بيتلقى العلاج. ايه اللي حصل بالظبط يا فندم؟ اللي حصل ان يعني في الساعات الاولى من صباح اليوم اثناء مرور قول امني بطريق بني سويف الفيوم لتامين الطريق ويعني للمرور في هذا النطاق، كان في مجهولين موجودين في الزراعات المتخمه للطريق اطلقوا عيره ناريه تجاه هذا القول اللي هو مكون من ثلاث سيارات. الافراد والضباط اللي كانوا موجودين في القول تبادلوا معهم اطلاق النيران، اسفر ذلك عن اصابه النقيب احمد جمال واثنين صف ضباط بطلقات ناريه وامين شرطه من المرور بسحاجات وكدمات. الجميع نقلوا للمستشفى لتلقي العلاج. الاجهزه الامنيه بتكثف جهودها لضبط المتهمين بارتكاب هذه الواقعه. طبعا هذه الاعمال وهذه الافعال دي يعني نتيجه لردود افعال يائسه في النجاحات الامنيه اللي بتحققها اجهزه الامن في ضبط واجهاض الكثير من العمليات الارهابيه والضربات الاستباقيه اللي بتقوم بيها، ولكن اجهزه الامن مستمره في ملاحقتها لهذه العناصر حتى يتم اقتلاع جذورها ان شاء الله باذن الله تماما من مصر باذن الله. هل في اي جديد بالنسبه لضربات استباقيه، خلايا ارهابيه بيتم التعامل معها؟ يعني ايه الجديد في الملف ده عامه يا فندم؟ يعني هو الجهود الامنيه مستمره والملاحقات للعناصر الارهابيه المتورطه في اعمال ارهابيه مستمره، وفي نجاحات امنيه بتتم، ووزاره الداخليه يعني بتصدر البيانات التي تتصل بضبط هذه العناصر واعترافاتهم، او بتعرض المضبوطات اللي هي بيتم ضبطها بحوزتهم اللي هي بتؤكد على يعني ارتكابهم الاعمال او اعتزامهم ارتكاب اعمال ارهابيه. شكرا جزيلا سيادة اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات، شكرا لحضرتك.